عامل لكم اشهر برجر في العالم وعمره اكثر من 60 سنه، اسمه البيج ماك. حامل مقارنه بين ثلاثه انواع بيج ماك، البيج ماك الاول اللي حاخده من ماكدونالدز، والبيج ماك الثاني اللي انا حامله بنفسي حيكون سعره ارخص كمان من ماكدونالدز، والنوع الثالث هذا غير حسميه البيج ماك الفخم، حامله بنوع لحمه توصل سعرها 650 ريال. 650 ريال الكيلو، مو الطلي، الكيلو بس 650 ريال، هي لحمه الواجيو. واذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والسبسكرايب، ويلا نبدا الشو. في الفيديو اللي راح عملت لحمة الضلوع، وفي كثير ناس سألوني في الكومنتات من فين تجيب اللحم، وبالأمانة شوبت من أحسن الأماكن اللي تاخذ من عنده لحمة مستوردة. طبعا أنا جريت على قسم البرجر، بس أول ما رحت هناك قلت لا، لازم نعمل اللحمة من أساسها ونأخذها ونفرمها بنفسنا. راح أول لحمة هنعملها هي من لحمة التشك الصدر، وزي ما انتم شايفين الدهون هذه حتكون 20%. والنوع الثاني اللي حاخده هو نوع الواجيو، هو أفخم وأغلى نوع لحمة في العالم. خلينا نرجع للمطبخ. توقعوا لو حامل بيج ماك او حامل بيج ماك الفخم هستخدم الخبز الجاهز؟ طبعا لا، حنعمله بنفسنا. اول خطوة حجيب موية دافية بحرارة الغرفة، حضيف عليها خميرة واقلب فيها الين ما تدوب الخميرة مزبوط، واسيبها ترتاح لمدة 10 دقائق، وحنبدأ نعمل العجينة. اول شيء حضيف 4 بيضات. عجينة البرجر دائما تكون شوية حالية، راح اضيف سكر، حضيف عليها شوية ملح، بعدين نضيف عليها طبعا الدهن اللي هو الزيت. حنخلط المكونات كلها سوا، ونرجع نضيف عليها خلطة الخميرة اللي عملناها مع الموية. حضيف عليها برضو نفس الكمية حليب، ونبدأ ننزل في الدقيق. حضيف نص الكمية في البداية وأبدأ أعجنها إلى ما تنخلط مزبوط، وأحط الكمية الثانية اللي هو النص الثاني. وهذا قوام العجين اللي يطلع معانا، شويتين كده لاستيكي ومرة تمسك في اليد. يعني جماعة أهم شيء لما تحطوها في البورد أو تحطوها في اللوح تحطوا دقيق زي ما أنتوا شايفين هنا، وننزل العجينة ونبدأ نعمل التكنيك ده. يعني نبدأ نطبق العجينة فوق بعضها بالطريقة دي، وأهم شيء يا جماعة لا نكتر دقيق في البورد عشان لا يخش في العجينة وتتقل معانا. احنا نبغاها برضو لينة وطرية عشان يطلع معانا الخبز كده طري ورطب. خلاص حجيب زبدية ورش عليها زيت، وبشويش كده يا جماعة مع الدقيق نشيل العجينة ونقلبها على ظهرها، ونحاول نوزع شوية من الدقيق حوالين العجينة. خلاص يا جماعة العجينة كده جاهزة معانا، خليها ترتاح شويتين، هسيبها ساعة بس تنفخ معانا ونرجع لها. يلا نشوفك على خير. عشان تنفش معنا العجينة على فوق وتدينا شكل البيج ماك، لازم نعمل حلقات من القصير بالشكل ده. طبعا انتم بدكم تدبسوها، بس انا ما عندي، راح استخدمت العود ده عشان ألصقها. اول ما تتخمر معنا العجينة حرجع برضو احط دقيق على البورد وانزل العجينة. زي ما انتم شايفين العجينة يا جماعة مرة لينة وتعبت شوية هواء. اول شيء حسويه حبدأ اضغط عليها واطلع الهواء منها، وابدأ اجيب ميزان واقيس كل حبة او كل قطعة خبز تكون 125 جرام، عشان يطلع كلها شكل واحد، ما تطلع واحدة كبيرة واحدة صغيرة والنظام ده. وبصراحة أنصح أي أحد يخش المطبخ ويطبخ إنه يكون عنده ميزان، إنه حيساعده مرة كثير في وصفات مرة كثيرة. خلاص حبدأ أقسم العجينة إلى ما نوصل ل6 قطع، والباقي طبعا بدكم تعملوه خبز عادي. أول ما قسمنا العجينة حنجيب العجينة ونكورها بالطريقة دي، ونحط يدنا تحت العجينة ونقعد نلفلف فيها إلين ما تتكون معنا كورة. حنشيل العجينة بيدنا أو بأي شيء معاكم ونحطها جوة الحلقة اللي عملناها. لو ملاحظين حطيت برضو ورق زبدة حوالين العجينة عشان لا تلصق في القصير. هنلفها بسلوفان ونريحها لمدة 1.5 ساعة لين ما تتنفخ معانا، وبعدين نحط عليها سمسم. ودحين حنعمل أهم شيء وهو صوص البيج ماك. حضيف 1/2 كوب مايونيز، حضيف 2 ملاعق عليه مسترد، حضيف عليه شوية خل، وبرضو حضيف البصل الأبيض المقطع مرة صغير، والخيار المخلل الحلو اسمه سويت ريليش، شوية بودرة ثوم وشوية بابريكا، وحضيف شوية سكر، وآخر شيء حنرش رشة ملح. خلاص ونقلبها. شوفوا يا جماعة البيج ماك صوص حقنا جاهز. خلاص بدأت أفرم في اللحمة. يا جماعة اللحمة الواجيو ما يبغى لها تحطوا لها دهون، الدهون اللي فيها كفاية. أنا حطيت دهون بس في اللحمة الثانية. خلاص حنكورها ونحطها في الثلاجة عبال ما يجي وقت الشوي. كده العجينة خلصت معانا، طلعتها فكيت السلوفان، وبدأت أرش عليها شوية موية من فوق عشان يمسك فيها السمسم لما نحطه. شوفوا قديش اتنفخت العجينة. خلاص حنرش السمسم من فوق. يا جماعة لا تبخلوا في السمسم، رشوا زي ما تبغوا، يعني حيمسك فيها جزء في جزء حيطيح منها أول ما تستوي. خلاص حدخلها الفرن على حرارة 190 من فوق ومن تحت لمدة 15 ل16 دقيقة. يا جماعة شوفوا المنظر، أنا خلاص ما حتكلم، أنتوا قولوا لي تحت في الكومنتات إيش رأيكم في منظر الخبز. صراحة ما توقعت ان الخبز يزبط كده شكله، صراحة طلع جدا ممتاز. هذا يا جماعة بعد ما نقطع 3 قطع ان شاء الله حنحمسه برضو كده على الزبدة، راح يطلع شيء فاخر.
هجيب الطاوة اللي عندنا هرشها بشوية زيت وتكون على حرارة جدا عالية، هضيف عليها اللحمة واجيب اي شيء عندنا مسطح اضغط عليها بالطريقة دي لين ما تتسطح معانا بالشكل ده، هضيف عليها الملح والفلفل الاسود ونخليها تطبخ لمدة 3 دقائق على كل وجه ونقلبها. شوفوا المنظر يا جماعة. ودحين هنبدأ نكون البيج ماك الاول. عندنا الخبز زي ما انتم شايفين محمص، اضفت عليه الصوص، هضيف الخس طبعا زي البيج ماك الكلاسيك، هضيف قطعة اللحمة الاولى، هضيف فوقها جبنة الشيدر، وبعدين اضيف عليها الخبز، وبعدين نضيف المخلل والصوص مرة ثانية، وبعدين نحط اللحمة، وكده يكون معانا احلى بيج ماك الاول. احمد الواقيو نفس الشيء، هحطه على طاوة حارة املحها ملح وفلفل اسود، هتاخد معانا وقت اقل تقريبا 2 ونص لكل وجه. شوفوا من جد المنظر كيف الدهون والفات بينزل يا جماعة. اللحمة كل ما كان فيها فات ودهون كل ما طلعت ألذ. طبعا المرحلة هذه عشان البرجر فخم لازم نسيح الجبنة، هضيف شوية موية وغطيها بغطا عشان البخار حق الموية حيساعد الجبنة تسيح ويطلع منظر من الآخر. ودحين حوريكم هو. هنرجع نعمل نفس خطوات البيج ماك، هنحط الصوص والخس، وشوفوا اللحمة لما تكون الجبنة سايحة فوقها منظر خيالي. وكده يكون عملنا نوعين البيج ماك. الحين نجي من مقارنة، زي ما انتم شايفين اول واحد عندنا اللي من ماك، ثاني واحد اللي انا عملته، ثالث واحد اللي هو الفخم حقنا طبعا برضو انا عملته. راح خلينا نتكلم برضو على الاسعار دحين. اول واحد اللي هو المكدونالدز كلفني كم؟ 19 ريال. وثاني واحد كلفني كم؟ 12 ريال، ارخص يعني. بس ثالث واحد اسمع الصوت، كلفني 120 ريال. خلاص بعد ما عملنا مقارنة الحين جاء وقت ندوق ونقارن مزبوط. خلاص خلصنا الفيديو يا جماعة، وزي ما قلت لكم حقارن بين 3 أنواع. بيج ماك حق ماكدونالدز العادي اللي كلنا نعرفه ناشف شويتين، وعندنا البيج ماك هذا اللي أنا عملته برضو باللحم اللي سعرها مناسب. شايفين كيف الخبز شكله يا جماعة؟ شايفين بين الخبز كيف؟ وهذا البيج ماك، هذا الملك، هذا الفخم، شايفين الفخامة؟ حلو؟ طبعا عند بيج ماك شوف كيف من جوا، هذا بيج ماك دوقوا طعم بيج ماك. أمان دحين ما في أي مفاجآت، بيج ماك عادي. نجرب البيج ماك ده يا جماعة، وجوة البيج ماك ده في الصوص اللي عملناه. سلام. طبعا هذه الجبنة اللي هنا أنا ما سيحتها، خلاها زي ماكدونالدز. خلينا نجرب. بسم الله. والله الخبز من الاخر، اللحمة من الاخر، طعم بيج ماك بس بكواليتي، طعم بيج ماك بس بخبز ممتاز فريش، طعم بيج ماك بجبنة ممتازة. بصراحة انا ادي 9 من 10. مو عشان انا عملته بس بصراحة ليفل ثاني يعني. الخبز الحين نجي للفخمة. بسم الله. خلينا نجرب الواقيو الفخم. ليفل ثاني الشيء ده، ليفل ثاني يعني. هذا البرجر ألذ برجر انا دقته في حياتي بصراحه، يعني شيء خرافي. اللحمه تدوب كلها عصاره، يعني الجبنه سايحه، الصوص تحفه بصراحه، الخبز جامد، كل الاشياء جت مع بعض وطلعت اختراع فنان والله جيد. لو حيسألون عن المقارنة اللي عملتها بين الثلاثة، واضح جدا ايش اللي فاز. يعني بالراحة دفع فيه 250 ريال البرجر الواحد، ايش تبوا؟ اكيد حيفوز. بس البرجر اللي عملته الثاني بصراحة مرة ممتاز، حتى خلص نصه. وإذا عجبكم الفيديو لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب، وإذا ما شفتوا تحدي المطاعم الأمريكية اللي عملت فيها ضلوع البقر شوفوا الفيديو هو. يعطيكم العافية، أنا كنت معكم علي باشا، سلام.